الانتشار الشعبي كان دائما هدف الطبقة السياسية، وفي سبيل تحقيقه سلك الكثيرون سبلا عدة، كان من بين أهمها دخول معترك الرياضة وعلى رأسها كرة القدم. القانون لا يحرم تواجد السياسيين على رأس الفرق الكروية أو ضمن مكاتبها المسيرة، وبذلك كانت الفرصة سانحة لكثير من السياسيين لتولي إدارة عدد من الأندية. مراقبون سياسيون يرون أن علاقة السياسي بالرياضة يجب أن تكون من منطلق خدمة الكرة وليس تحويلها إلى حدائق خلفية لخدمة المصالح. يلاحظ الكل بأن المجال السياسي أصبح يتدخل بكيفية مثيرة في المجال الرياضي، وهذا التدخل ليس بريئا، بل إن الفاعل السياسي من عادته هو الربح السريع واستغلال كل وسائل من أجل التأثير أو ربح الأصوات. وأعتقد أن اليوم الفاعل السياسي من أجل تحقيق غاياته، من أجل الوصول إلى أهدافه، فهو قابل وقادر أن يستغل كل شيء من أجل تحقيق هذه الغايات. كرة القدم بما تمثله من انتشار شعبي صارت هدفا يسيل له لعاب كثير من السياسيين حسب خبراء الرياضة، فالأندية الكروية تمثل رأس مال رمزيا لرجل السياسة يستغله للوصول إلى مراكز القرار أو المواقع السياسية. لكن المشكلة يكون حينما ترجح كفة السياسة على حساب الرياضة في تدبير الأندية. يجب أن نفرق بين أمرين، هناك أولا تريض السياسة، وبالتالي نحن أمام أشخاص موجودة في موقع سياسي وبالتالي سيخدمون الرياضة، وهناك جانب آخر متعلق بتسييس الرياضة، وهذا هو الإشكال، لأنه البعض يأخذ الرياضة كمطية على اعتبار أن أحيانا المناصب في داخل بعض الأندية وداخل الجامعات تخلق لك رأس مالا رمزيا لا تتيح لك بعض القطاعات الأخرى، لكن أن يتحول الأندية أحيانا وبعض المسؤولين إلى داعين إلى تصويت الحزب دون آخر كما حصل في الآونة الأخيرة، أن يصبح هناك تكتون باسم حزب معين ضد أحزاب أخرى، فأعتقد هذا هو الإشكال، وهنا ندخل في مسألة تسييس الرياضة وليس تريض السياسة بمعناها المتعارف عليه. على امتداد تاريخ الكرة المغربية ارتبط تدبير عدد من الأندية بأسماء من عالم المال والأعمال والسياسة، لكن ذلك لم يكن يطرح الكثير من المشاكل. اليوم صارت بعض الأندية حلبات جانبية للسياسيين من أجل تصفية الحسابات وربح النقاط.